دونك السلام عليكم. بالنسبه بعد ما شفنا يعني مونو ايبريديزم فهمناها اللي هي تاع لوا دو سيغريغاسيون، ومن بعد شفنا الدي ايبريديزم. الدي ايبريديزم كنا شفنا لي لوا دا سورتيمون انديبوندون اللي هو يحضر لي على لي جين انديبوندون، لي جين انديبوندون دونك فهمناها واش هي لي جين انديبوندون. ومن بعد كاين عندنا دي ايبريديزم لي جين لي اللي هي حتكون ليكسبيريونس دو مورغان. ليكسبيريونس دو مورغان تهضر لي على لي جين لي. دونك دوكا نشوفوها مع بعض. دونك اروح نفكركم برك بلي بورسونتاج لي عندنا في الدي ابري في المونو ايبريديزم. في المونو ايبريديزم يعني كنا نرسو في صفه واحده، وشفنا يعني في البارتي الاول كنا شفنا الدومينونس كومبلي اللي هي تاع لوا دو سيغريغاسيون، لي بورسونتاج اللي عندنا 75% 25%. وشفنا او ثاني ليكسيبسيون تاع لوا تاع جينيتيك مندليان هي لا دومينونس انكومبلي. لا دومينونس انكومبلي كنا شفنا 50% فينوتيب انترميديير و 25% لي فينوتيب بارونتو. دونك بالنسبه للدي ايبريديزم يعني حندرسو دو كريتير. دو كريتير هادو قادرين يعودو محمولين على صبغيين مختلفين كيما لهنا لي جين انديبوندون. شفنا لا كولور جون كان محمول على باغ اكزومبل على الكروموزوم الاول، وال باغ اكزومبل لا فورم رون باغ اكزومبل كان محمول على الكروموزوم 2. دونك لهنا حيكون عندنا دي غاميت ريكومبيني. دي غاميت ريكومبيني يعني راح تصرى الكروسينغ اوفر، و يعني ريكومبينيزون انترا كروموزوميك يعني ما بين لي كروموزوم، يعني تبادل القطع الصبغيه كنا شرحناها واش هي الكروسينغ اوفر. وكاين ديغاميت بارونتو يعني نورمال لما ينفصل لي كروماتيد سور يخرجوا لي ديغاميت بارونتو. المهم بان نشوفوها كيف هذه لي جين لي عفوا لي غاميت بارونتو لي غاميت ريكومبيني باش تفهموها. دونك المهم لي بورسونتاج لي حيخرجوا كيفاش حيجوا. حيجو زوج قراب لبعضهم صغار، راح تجي بورسونتاج كبيره طول 9 على 16، وراح تجي بورسونتاج صغيره طول 1 على 16، وحيجو دو بورسونتاج متوسطين 3 على 16 3 على 16. كيما مثلا في المثال اللي ديناه واش خرجوا لي بورسونتاج، خرجوا لي 18 18، يعني زوج قراب وصغار، وحده كبيره طول 56 وواحده صغيره طول 6. فهمتوني لهنا واش راح يدير في التجربه تاعو؟ راح يدير يا اما تصالب ما بين افراد الجيل الاول، يعني كيفاش تعرفوهم باللي راهم ديجان انديبوندون؟ اولا حاجه تشوفوا لي بورسونتاج واش اللي هدا في التجربه. يا اما راح يدير تصالب ما بين افراد الجيل الاول كيما درنا حنا في الدرس اف 1 مع اف 1، يعني كيما جي جي ار ار افراد الجيل الاول يصالبهم مع اللي كيفهم، ولا واش يدير؟ يدير عندك افراد تاع الجيل الاول جي جي ار ار مع دي انديفيدو عندهم بيغيسيف، يعني عندهم الصفتين المتناحيتين جي جي ار ار. هذه هي لي بورسونتاج حيخرجوا هادو. دونك احفظوا لي بورسونتاج. وكاين عندنا النوع الثاني من دي ابريديزم اللي حنشوفوه دركا هما لي جان لي. لي جان لي دونك شوفوا بالنسبه لي جان لي واش كاين؟ هي ليكسبيريونس دو مورغان اللي حنشرحها لكم دركا. ليكسبيريونس دو مورغان واش دار؟ قبض افراد الجيل الاول تاع الاف 1 وصالبهم مع افراد عندهم بي ريسيسيف. لي بورسونتاج اللي خرجوا اللي حيخرجوا حيخرجوا زوج كبار، ماشي كيما هذيك وحده كبيره وحده صغيره وزوج قراب لبعضهم، لا اللي هنا حيخرجوا زوج كبار 40% 40%، مثاله وزوج صغار 10% 10%، يعني زوج كبار زوج صغار هذه عارفين بلي راهم ديجان لي. والتجربه واش راح يدير؟ حيجيب افراد الجيل الاول راح يصالبهم مع بي ريسيسيف. مي لهنا اللي حتحدد لكم اسكم راهم ديجان لي ولا ديجان انديبوندون رايحين تشوفوا لي بورسونتاج اللي خرجوا. دونك ديما الاعداد اللي يعطيهم لكم حولوهم لدي بورسونتاج، حتى يعني عدد ديروا دي بورسونتاج باش هكذا تفهموا. دونك حنايا عندنا لي كامات قبل ما نعرفوا كان ليكسبيريونس دو مورغان دارها على لي دروزوفيل، دونك لي دارها يعني في ديجان لي. دونك عندنا غري او لونغ، دونك عندها كولور غري اي لونغ، فهمتي لونغ يعني الاجنحه طويله، فهمتوني. دونك لهنا رمزنا يعني بيان سور دو فورم انتيروزيكات. دونك نديروهم وكانهم هذو هما افراد الجيل الاول. دونك عندنا بي بلس بي في بي بلس في بي. دونك لهنا درتو البلو لهنا درناه بالفير باش تبان لكم كيفاش صرا لا ريكومبينيزون. بالنسبه للنوع ايفستيجيال هما صفتين متناحيتين، في زوج صفتين متناحيتين يعني بي بي في بي في بي. فوالا كنا هنا لي غامات اللي حيتشكلوا كيفاش. هنايا كي يصرى الانفصال يعني هذا الكروماتيد راح يروح على هذا لي كروماتيد، و دونك لي غامات اللي حيتشكلوا شكون هما؟
يعني سواء هذا انفصل هكذا ولا هذا ده طرف من هذا وهذا ده طرف من هذا كامل راح يخرجوا لي بي في بي بي في بي. دونك هذوما لي غامات اللي حيخرجوا نتاع جهه النواغ فيستيجيال بالنسبه لغري اي لونغ وشي هما لي غامات اللي حيخرجوا. دونك كيفاش قادرين ينفصلوا؟ انا هذا الصبغي لما ينتظم في البلاك ايكواتوريال وراح ينفصلوا لي كروماتيد سور يعني حيتشكلوا لي غامات في ميوز ان. واش يصرى؟ يصرى قادر هذا يا الكوتي حيروح منه وهذا الكوتي حيروح من يعني البلو يروح وحده والفير يروح وحده. دونك بي في بي بلس و بي في بي. دونك لهنا ما صراش كومبينيزون مي هادو صراو كومبينيزون. كيفاش يعني بي بلس في بي؟ يعني لما جا حي ينفصل راح هكذا يعني هذا بي بلس ولهنا يعني دا البلو ومن عاد فير. دونك بي بلس في بي ولهنا بي في بي بلس بي في بي بلس. دونك لهنا لي فيلونسيب لي قادرين يظهروا كيفاش يعني لي غامات لما يتلاقاو هادو راح يتلاقاو مع هادو بيان سور تاع الاب راح يتلاقاو مع تاع الام. دونك بي بي بلس لهنا لما واش يصرى مثلا هذه مع هذه. دونك بي بي بلس في بي في بي بلس في بي في بي بلس فوالا. دونك لهنا غري اي لونغ باينه لما لما تتلاقى هذه مع هذه بيان سور بي بي في بي في بي يعني ديروها في طابلو برك عادي. دونك لما تتلاقى هذه مع هذه واش حتعود؟ بي بي بلس في بي في بي فوالا. دونك لما تتلاقى هذه مع هذه تعود عندك بي بي في بي في بي بلس. دونك لهنا غري اي فيستيجيال ولهنا نوار اي لونغ. دونك هذا هو لي فينوتيب كاتر فينوتيب. دونك لهنا حنوضح لكم برك كيفاش صرات لا ريكومبينيزون لي غامات نورمال كيفاش تشكلو ولي غامات ريكومبيني كيفاش تشكلو. دونك انا عندي في الميوز ان عندي دي كروموزوم. الكروموزوم هذو لي كروماتيد سوغ راحين ينفصلوا. لهنا لي غامات نورمال بارونتو واش حيصرى؟ تنفصل هذه لا سولول تعطيني لهنا كوتي بلو يروح وحده وكوتي فيغ يروح وحده لهنا بي بلس في بي بلس ولهنا بي في بي. مي لي غامات ريكومبيني كيفاش؟ يعني هذا يعود منا فير ومنا بلو فهمتي؟ منا فير ومنا بلو يعني بي في بي بلس ولهنا حيكون منا بلو ومنا فير. دونك حيكون بي بلس في بي يعني طرف هذا راح من وطرف من هذا راح من. لهنا واش صرا؟ صرات ريكومبينيزون انتر كروموزوميك يعني داخل الكروموزوم ذاته. اما بالنسبه انتر كروموزوميك هما دو كروموزوم هومولوغ راح يتبادلوا اطراف القطاع الصبغيه. دونك بيان سور انتر كروموزوميك سي كو تصرا ما بين لي كروموزوم هومولوغ يعني كي يجوا حينفصلوا لي كروموزوم هومولوغ في لافاس تاع الباكيتان تصرى الكروسينغ اوفر. دونك لهنا دي تصرى في لي جان انديبوندون اللي شفناها من قبل. دونك كيما تفهمنا لهنا لي بورسونتاج اللي يخرجوا حيخرجوا زوج كبار بالبزاف وزوج صغار طول اللي هما حيكونوا باغ اكزومبل 40 40 10 10.